الذي يغتر لعدم تجربته وفطنته. فانت غر من اغتر الذي يغتر اي يقع في الغرر والخدع والخساره لانه ليس له تجربه ولا فطنه، ليس له فهم كثير، انه قليل الذكاء قليل التجارب. الشهامة يعني شيء يشمل كثيرا من الأمور. الرجل الشهم، الرجل العالي الهمة والفطين، هذا شيء واسع. لعدم فطنته أي لأنه ليس فطينا ولا مجربا، هو غر. إذا نام غر في دجى الليل، دجى ظلام، في دجى الليل أي في ظلام الليل. فاسهر من سهر يسهر سهرا أي اترك النوم، استيقظ واترك النوم. وقل للمعالي، وقم للمعالي أي قم للأمور العظيمة العالية والعبادي والمراتب العالية. وشمل أي استعد واجتهد، شمر عن ساعد الجد، وشمر عن ساق الاجتهاد أي انكمش وسارع. فيقول الشاعر ناصحا للشباب وموصيا إياهم بالجد والسرعة والانكماش والاجتهاد في طلب العلم و في اصطياد المآثر وفي القيام بما يؤدي بهم إلى مراتب عالية وإلى قمة شامخة. ويقول إذا نام غر في دجى الليل فاسهر، أي إذا كان الشاب الغافل الذي لا يعقل ولا يفهم وليس عنده همة ولا تجربة، نعم، فلا بأس. الشهم يعني يأتي في الشرع ليس في اللغة، نعم. فهذا الرجل ليس عنده شهامة ولا همة ولا فطنة ولا تجربة، بل هو يغط في النوم كأنه مجنون، لا مستقبل أمامه ولا ماضي وراءه. إذا كان مثل هذا الرجل، إذا كان هذا الشاب الفج الغافل ينام نوما عميقا في ظلام الليل، يغط في النوم، يستغرق في النوم، فلا ينبغي لك أن تقلده وأن تفعل فعله. دعه نائما، دعه يغفل، دعه يضيع أوقاته، ولكنك عليك بالجد وعليك بالسهر وعليك بالانكماش وعليك بالإقبال على الأمور النافعة من تحصيل العلوم ودراسة الكتب وتحقيق المعلومات من الكتب والمراجع والمراجع.
المصادر فاسأل، يعني عليك بدراسة الكتب والمطالعة إلى ليل طويل. نعم، فإن الدراسة والقراءة في الليالي تعود عليك بالخير الكثير وبمنافع عظيمة وبفوائد جسيمة، فلا تغتر بذلك الرجل، دعه، إنه ضافر، إنه هائم، إنه يعيش كالهمل كالأنعام. وأما أنت فكن يقظا، كن سهرانا، سهران الدجى. نعم. فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترغي بعد ذاك لعاقي. أنا أبيت سهران الدجى، أي يقظا في الليل، لقي يقظا في الليالي. فإذا كان الشباب الغافلون المغترون ينامون في الليالي، فلا ينبغي لك أن تنام، بل دع النوم وترك الراحة، ولا تخلد إلى الترف والعيش الهني والنوم اللذيذ العميق، بل عليك بالجفت والصرامة في حياتك. نعم، تعوض حياة الشظ والصبر والجفت والكفاح. فاسألي وقم للمعالي، يعني قم، يعني استعد وانصب ولا تكسل. لو أردت المآثر، ولو أردت المكارم، ولو أردت المراتب الرفيعة، فلا تحصل بالجلوس بالنوم، بل إنما تتأتى وتسأل بالمستعد المجتهد الجاد الصابر. من قالت الآمال إلا لصابري. نعم، هذا قال الشاعر الآخر، لأستسئلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسئلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فأنا أظن كل صعب سهلا في طريق مهمتي، حتى أدرك غايتي وأحقق أمنيتي، لأن الآمال لا تتحقق ولا تنقاد ولا تذل الصعاب إلا للرجل الصابر. نعم، عند إذا نام غبر في دجى الليل فاسألي وقم للمعالي والعوالي وشمري. وسارع إلى ما رمت، وسارع إلى ما رمت ما دمت، وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا. ما رمت، وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه. وإن لم تبصر النجح نجح، وإن لم تبصر النجح فاصبر. وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه، وإن لم تبصر النجح فاصبر. سارع يعني
بادر بادر وعجل وعجل ما رمت أي ما قصدت ما قصدت ما دمت يعني مدة دوامك ما مصدرية ظرفية ما هذه مصدرية ظرفية ليس ما نافية نعم وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه وإن لم تبصر النجح فاصبر سارع إلى ما رمت أي بادر لإتمام مقاصدك التي تقصدها سارع إلى القيام بما تريدها من الغايات وبما تتوخاها من الأهداف وبما تتمناها من الأماني ومن المقاصد سارع إلى مرامها وإلى مقصدي وإلى غايتي وإلى مهمتك في الحياة ما كنت قادرا عليه ما دمت تقدر على إتمام هذه الأمور ما كنت ترجو ما دمت راجيا أن غايتك ستتحقق ولو بعد سنين فلا عليك أن يتسرب إلى نفسك الكسل وأن تستبعد المنزل بل عليك بمتابعة السير إلى منزلك ما دمت قادرا على المشي في طريقك لأن المنزل سيظهر أمامك في يوم من الأيام وستصل إن شاء الله تعالى إلى مرامك وإن كان بعد وقت طويل ما دمت قادرا على مقصدك فلا عليك أن تكسل ينبغي لك ألا تكسل وألا يتطرق الكسل والخمول إلى نفسك لا تستبعد النجاح ولا تستصعب الأمور فإن كل عسير سيسقط على المحاول وعلى المجد مجتهد يسقط كل شيء كل وسيدنو كل بعيد وسيسقط كل صعب بفضل همتك وبفضل قوتك وبفضل عملك المستمر الدؤوب سيسهل كل صعب وسيدنو كل بعيد وسيقرب كل شاسع عندك نعم وإن لم تبصر النجح فاصبري وإذا رأيت الإخفاق والفشل في مهمتك وما رأيت النجاح نعم فلا تكسل أيضا فاصبر إذا أخفقت ورسبت مرة فلا ينبغي لك أن تصاب بالإحباط وأن تصاب باليأس بل حاول أن تقوم مرة أخرى وتستأنف السير فإنك ستصل في هذه المرة إن شاء الله تعالى في مرة أخرى وستنجح نجاحا بادرا ممتازا في المرة الآتية إن رأيت النجاح لم يحالفك بل أدبر النجاح عنك ورسبت وفشلت
رجعت بالخيبة والإخفاق فعليك بالصبر وعليك بالمتابعة في طريق الله حتى يحالفك التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى ويوافقك النصر الإلهي إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنت سارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه وإن لم تبصر النجح فاصبري. لعل هذا قادرا في الشطر الأول. الشطر الأول ما دمت قادرا هذا في الشطر الأول. سارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه وإن لم تبصر النجح فاصبري. نصيحة غالية، توجيهات لا تقدر بثمن، توجيهات نفيسة لا تقدر بثمن. أكثر ما يستخدم لا تقدر بأي قيمة بأي ثمن، يعني إنها أعلى من أي ثمن وأجل من أي قيمة. وأكثر من الشورى، وأكثر من الشورى. فإنك إن تصب تجد مانعا، فإنك إن تصب تجد مادحا، أو تخطئ الرأي، تعذري من الشورى فإنك إن تصب تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذري. لماذا تخطئ الرأي؟ لماذا مجزوم هذا؟ هذا مجزوم أو مجرور؟ مجزوم. ولماذا جاءت الكسرة؟ لماذا جاءت الكسرة هناك؟ لا لا، هنا على الهمزة الحرف الآخر. ولماذا مكسور؟ ضمة؟ جزم أو جزم أو ماذا؟ ما إعرابه؟ لماذا؟ فلماذا جاءت الكسرة؟ جواب القسم. أين القسم؟ 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 أو تخطئ الرأي، هذا عطف على تصيب فمجزوم، ولكن هذا الجزم قد تغير إلى الكسرة. إذا حرك حرك بالكسر، ساكن إذا حرك حرك. أو تخطئ، ثم نحن نصل الكلام فنقول تخطئ الرأي. فإنك وأكثر من الشورى، أي استعمل مشاورة الناس كثيرا. نعم، عليك بالرجوع إلى ذوي الألباب وإلى أهل الرأي، عليك بمراجعتهم فيما يهمك وفيما يشكل عليك من الأمور. أكثر من مشاورة أهل الفهم وذوي البصيرة وأصحاب الرأي، لأن الشورى ولأن الرجوع إلى العقلاء يجنبك الخطأ أولا، وإن وقعت في الخطأ فإنه يجنبك
اللوم والعتب، لأن الناس لا يلومونك بل يقولون إنه لا لوم عليه ولا ذنب له، لأنه قد استشار فلانا والذي أشار عليه ولم يستبد برأيه، إنه لم ينفرد بأمره في هذا الأمر، بل إنه قد شاورنا فأصابه نعم هذا الضرر من أهل الرأي الذي نحن أعطيناه، إنه لا ذنب له، فإنه يجنبك اللوم على الأقل. وفي بداية الأمر إنه يجنبك أي ضرر إن شاء الله سبحانه وتعالى، يجنبك الخسارة، لأن الشورى نعم تعود عليك بالرأي السديد، نعم بالرأي السديد. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. وأكثر من الشورى فإنك إن تصب، يعني بعد أن شاورت الناس إذا أصبت، إذا أصبت وقد يعني أصبت الغرض، أصاب سهمك الغرض ووجدت المنزل، قد حققت الغاية، أنت أصبت المرمى، يعني وجدت بغيتك، أنت صرت مصيبا في عملك بعد الشورى، إذا كنت صحيحا على طريق مستقيم وصل بك إلى المنزل، تجد مادحا، تجد الناس يمدحونك، تجد كل شخص يثني عليك ويمدحك ويحمدك، يقول ما شاء الله أنت رجل عاقل لبيب، إنك قد تكون في كل أمرك قد تكون مصيبا، ويحالفك التوفيق ويحالفك النجاح، يرافقك الرأي السديد في كل شيء، الناس يثنون عليك، أو على سبيل الفرض أخطأت الرأي، تخطئ الرأي يعني أخطأت الرأي السديد وفشلت بعد الشورى، فشلت ولم تختر ما كان صحيحا من الرأي، لم تأخذ بالأمر الصحيح وبالأمر الدقيق، أخطأت الرأي في هذا العمل، تعذري، فالناس يعذرونك، يظنونك معذورا، و يعني لا يلومونك بل إنهم يرفعون اللوم عنك، لأنك قد شاورت الناس، فيقولون إنه قد شاور الناس، هم الذين أشاروا عليه بهذا الرأي، فلا لوم له إذن، لا ذنب له إذن، فأنت يظنونك معذورا، نعم يظنونك معذورا، تعذري، يعني تكون معذورا أنت عند الناس، تكون يعني مرحوما، الناس يرحمونك، نعم. أكثر من الشورى فإنك إن تصب تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذري، يعني هذا إن تصب تجد مادحا وإن تخطئ الرأي تعذري، يعني يكون أمامك بعد الشورى خياران، والأمر أمران، إما أن يحالفك التوفيق ويرافقك النجاح وأصبت فيما فعلت تكون ممدوحا إن شاء الله تعالى، والأمر الثاني تكون قد أخطأت في رأيك فتكون معذورا، وفي كل حال ستجني بالمشورة ثمارا يانعة وفوائد جمة، فالمشورة يعني لا تأتي إلا بخير. طيب، فمن أهل الله إن شاء الله أرجو أنكم
قد استفدتم من هذا الشرح إن شاء الله تعالى، وعليكم بأن يعني بالاقتداء بكل ما ترونه وبكل ما تسمعونه، يعني يجب عليكم أن تختاروا مثل هذا الأسلوب في شرحكم للشعر وفي بيانكم العبارة بمثل ما تكلمتم. أنا أيضا استمعت إلى بعض المدرسين من العرب هم شرحوا هكذا يعني على السبورة بالحماس وبالنشاط، فقد أغراني ذلك بالتقليد، فنسجت على منبالهم وشرحت مثل شرحهم وتعلمت منهم هذا الأسلوب، شيخ الصيام إمام ابن مسجد الأقصى، وقد شرح قصيدة للمتنبي مرة أيضا جلست في درس بعض العرب فعلوا مثل ذلك، فأنا تعلمت منهم واقتبست منهم هذا الأسلوب. ماذا تقول؟ कोई उसके अंदर रॉक मान जाना कोई सही कहता है।